لا شك أن لغة البرمجة شكلت أساساً لبدء العصر الرقمي الذي نعيش فيه اليوم، ففي كل مرة تترك منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي أو ترسل بريداً إلكترونياً أو تضبط منبهاً على هاتفك، تكون لغة البرمجة تعمل خلف الكواليس لإنجاز هذه المهام. فكيف بدأت هذه اللغة؟ يعود اختراع أول لغة برمجة عرفت تاريخياً إلى عام 1883، عندما عملت أدا لافليس مع تشارلز بابيج. أدركت لافليس أن الأرقام قد تمثل أكثر من مجرد قيم عددية للأشياء، وهو ما انتهى باختراع المحرك التحليلي الذي كان عبارة عن حاسوب ميكانيكي بدائي وإنتاج أول برنامج محوسب، وكان يعتمد متتالية أرقام برنولي. ما بين عامي 1944 و 1945 طور كونراد زوس أول لغة برمجة حقيقية باعتماد حساب التفاضل والتكامل، وكانت تسمى بلان كالكول، وكانت قادرة على إنشاء الإجراءات وتخزين التعليمات البرمجية. في عام 1949 تم استخدام لغة التجميع في الآلة الحاسبة كنوع من لغة برمجة الحاسوب التي كانت قادرة على تبسيط لغة كود الآلة، وهو أمر ضروري لإعطاء الأوامر للحاسوب. في خمسينيات القرن الماضي شهد مسار تطور لغة البرمجة العديد من المنعطفات، فظهرت أول لغة برمجة مجمعة على يد أليك غليني التي كانت تترجم مباشرة إلى شفرات تفهمها الآلات، كما ابتكر جون باكوس لغة فورتران لاعتمادها بالمشروعات العلمية والرياضية والإحصائية، كما صمم جون مكارثي معالج القائمة أو لسب كواحدة من أقدم لغات البرمجة المستخدمة حتى اليوم، وهي الفترة ذاتها التي شهدت إنشاء اللغة الخوارزمية أو ما يعرف بلغة ألغول من قبل لجنة مشتركة من علماء الكمبيوتر الأمريكيين والأوروبيين، والتي كانت بمثابة نقطة انطلاق لتطوير العديد من اللغات الأخرى، كما عرفت لغات أخرى مثل كوبول المعتمدة في الأنظمة المصرفية. في السبعينيات تم تطوير عدد من لغات البرمجة التي من أشهرها لغة باسكال التي نسبت لعالم الرياضيات بلايز باسكال لدوره في وضع قاعدة لتدريس برمجة الحاسوب، وهي اللغة الرئيسية المستخدمة لتطوير البرمجيات في السنوات الأولى لشركة أبل. كما ظهرت لغات أخرى مثل سمولتوك و SQL وماتلاب وسي التي لا تزال تستخدمها شركات ضخمة مثل جوجل وفيسبوك وأبل. في التسعينيات ظهرت لغة هاسكل، وهي لغة برمجة للأغراض العامة، كما تم ابتكار لغة بايثون التي تعد واحدة من أكثر لغات البرمجة شيوعاً، بالإضافة إلى لغة فيجوال بيسك الأكثر شهرة التي طورتها مايكروسوفت، كما تم إنشاء لغات لاستخدامات تطبيقات الويب روبي و PHP قبل أن تطور مايكروسوفت خلال الألفية الثانية لغة C++، بالتزامن مع ظهور العديد من اللغات شائعة الاستخدام مثل سكالا وجو وغيرها. اليوم وكما حدث على مدار 150 عاماً الماضية، فإنه يمكن التنبؤ بأن لغة العصر الرقمي ستستمر في التطور، لكن أحداً لا يعلم ما قد يجلبه المستقبل.